يعطيكم العافية ويسعد مساكم جميعا. أكيد حليتوا الأسئلة اللي حليناها الحصة الماضية. طبعا إحنا بنكسب مهارة ونتعامل مع القوانين من خلال حل الأسئلة، ولا سيما حكينا أمثلة الكتاب، الأسئلة في نهاية المراجعة موجودة لازم نحلها. تمام، يسلم ايديك. شكرا شكرا، يسلم ايديك. تفضلوا اشربوا مي. طيب هلا احنا تركت لكم اسئله، هلا باجي للطالب بحكي له سؤال واحد واثنين وثلاثه واربعه محلولات. احنا بنحل وبنكتب الحل على الدوسيه مشان لما اعطيك الحل النموذجي لبعض اسئله معينه تكون مكتوب الحل واريحك من كتابتها، بس هذا ما بيعفيك من مساله ضروريه جدا تعملها. كيف انتم بتتعاملوا مع الماده؟ طلع شو تساوي؟ بفتح على السؤال المحلول وبغطي على الحل، بغطي على الحل. ديروا بالكم في الفيزياء وفي الرياضيات تقرأ السؤال وحله. إذا قرأت سؤال وحله يا سيدي من بين 150 سؤال مسموح لك تعمل هذا الحكي بحركة واحدة بس، غير هيك غطي على الحل واقرأ السؤال ولخص معطياتك صح وبعدين حل وقارن حلك. إذا كان الحل identical يعني مطابق فبها ونعمت، ممتاز، ظلك داعم امشي على اللي بعده. بس بيحكي لي واحد إذا كان في خطأ مثلا وجدت أنا وأنا بقارن في حلي، هنا أنت بتكشف أخطاء أكثر. غير هيك ما بتكشف أخطائك في الفيزياء وفي الرياضيات تحديدا، أنا بحكي فيزياء ورياضيات تحديدا. غطي على الحل وحل وقارن في الوقت اللي بتشوف فيه خطأ. أيوة، ارجع مرة ثانية وحل السؤال واعمل زوم على الخطأ هذا، اعمل تركيز على الخطأ هذا، مش انه لما تشوف الخطأ بتحكي هاي لازم والله عملتها هيك وتروح على اللي بعده. لانه انا متأكد اذا جيت تحل مرة ثانية راح ترد تغلط. اذا ارجع حل وصحح الخطأ هذا. اذا ما عملته هيك بظل في عندكم مشكلة، ديروا بالكم. طيب خلينا نشوف احنا وياكم الان الأسئلة الإثرائية المتنوعة اللي موجودة في الصفحة 16. كرة تنس كتلتها 5% كيلوغرام، يقذفها لاعب إلى أعلى، وعند وصولها إلى قمة مسارها الرأسي، شوف ترى يعني في شغلات بديك تنتبه لها، إلى قمة مسارها الرأسي تمام اللي هو أقصى ارتفاع يعني، يضربها أفقيا بالمضرب فتنطلق بسرعة مقدارها 40 متر لكل سكند باتجاه بلس إكس، حيث كان زمن التلامس بين المضرب والكرة 4 × 10⁻³ سكند أو جد ما يلي. هلا في طالب اليوم بتسألني بتقول لي ليش تعاملت مع الكرة إنها بتتحرك على الموجب إكس، مش أنت حاكي في السؤال إنك رميتها للأعلى؟ يعني إحنا ما منجزئ السؤال، إحنا شو اللي حكينا؟ هاي كرة التنس مثلا رميتها للأعلى، لما بتوصل لأقصى ارتفاع كم سرعتها بتكون؟ صفر. في اللحظة اللي صارت عند أقصى ارتفاع طرشتها في المضرب هيك، يعني السرعة اللي غادرت فيها المضرب بتكون هي السرعة النهائية. هون انتبه، يعني السرعة الابتدائية للكرة صفر، وينها؟ لما وصلت أقصى ارتفاع بس لامست المضرب إلها وأثرت عليها بقوة وغادرت المضرب في تلك اللحظة، هذه السرعة النهائية. يعني الفترة الزمنية اللي تلامست فيها الكرة مع المضرب فترة زمنية قصيرة جدا اللي هي 4 بالألف ثانية، هو معطيك إياها في المسألة. يعني ما بين تلامس، في لحظة تلامس المضرب مع الكرة كانت السرعة صفر، وفي اللحظة اللي ضربنا الكرة وغادرت المضرب صارت السرعة 40 متر لكل ثانية.
تمام؟ هي هنا قمه مسارها الراسي اللي هو اقصى ارتفاع، يعني البي انيشال صفر، وهاي البي فاينل. تمام، حيث كان زمن التلامس يساوي 4 بالالف اللي هو 4 ضرب 10 اس ناقص 3 ثاني. اوجد ما يلي: الدفع الذي تؤثر به او يؤثر به المضرب في الكره. طيب تعالوا نشوف الان شو نعمل احنا هون. نيجي بنعمل هيك، انا ما تعاملت مع السؤال انه محلول، انا ما بدي اقرا الحل انا وياك، احنا مش هيك بندرس الفيزياء. حتى لو كان السؤال محلول، هذا محلول لك مشان تصير تقارن حلك وانت بتحل، بس انا واجبي وهدفي الان اعتبر انه السؤال مش محلول واحله انا وياك مع بعض. طيب هلا اطلع كيف الان الكره كانت في هاي اللحظه البي انيشال لها صفر، وهاي الفي فاينل. الفي فاينل اللي هي تساوي 40 متر لكل سكند باتجاه الموجب اكس، واحنا اتفقنا الموجب اكس في نظام الاحداثيات هو الاتجاه الموجب اللي بنختاره دائما. اسمع وبرد بحكيها للمره 999، المره 1000 المره الجايه بحكي لك اياها. دائما اختار في الحركه الافقيه على محور افقي، اختار المحور الاكس بلس هو الاتجاه الموجب والاكس ماينس هو الاتجاه السالب. خلص خذها قاعدة هاي، حطها زي طابع البريد في راسك. وعلى حركة الجسم او لحركة الجسم على محور الواي، الواي بلس هو الاتجاه الموجب للحركة والواي ماينس هو الاتجاه السالب للحركة. كتلة الكرة الام للكرة هاي تساوي 0.05 كيلوغرام، تمام؟ والفي انيشال صفر، هاي لما كانت في اللحظة اللي وصلت فيها أقصى ارتفاع وبعدين طرشناها في المضرب وخليناها تتيسر على جهة البلس إكس. وزمن التلامس دلتا تي يساوي 4 ضرب 10 أس ماينس 3 سكن. هلا بده الدفع المؤثر في الكرة. أول إشي شو الدفع؟ آي. آي يساوي سيجما إف ضرب دلتا تي، ما عندي سيجما إف، بس الآي في مبرهنة الدفع الزخم الخطي يساوي دلتا بي. آي يساوي ام في في فاينل ناقص في انيشال، تمام؟ وآي يساوي، طلع أنا بتعامل لساتني مع المقدار بعدين بحط الصورة المتجهة، ام بوينت او فايف في الفي فاينل اللي هي 40 ناقص صفر. طلع الخمسة بالمية هاي انت اعملها احسن لك هيك. طلع شو انا بساوي؟ خمسة على مية ضرب 40، هيك بسويها على جنب، صفر مع الصفر بروح، وخمسة في اربعة 20 على 10 2. يعني كل هالحفلة هاي طلعت لنا الدفع يساوي 2 نيوتن سكند. 2 نيوتن سكند. طبعا طلع موجب. ما هو اذا طلع، اذا كان موجب بيطلع معك موجب في الحل، واذا كان سالب بيطلع معك بالسالب في الحل. للطلاب اللي بيفرمتوا الاشارات السالبه، هسه في طلاب بحبش الاشارات السالبه، هذا لانه على كيفه. ما هو الاشارات، ما هو اول شغله تعلمناها ان نحدد نظام احداثيات نشوف وين الموجب مشان عكسه يكون السالب. يعني غصب عنك بده يطلع معك اشارات الموجب، يعني على المحور الموجب اللي اخترته، والسالب على المحور اللي عكسه. يعني I as a vector، يعني لما باجي بكتب I as a vector، vector يعني متجه، كمتجه يعني بحط عليها اشارة المتجه. وهي الاشارة مش معناه انه الدفع اتجاهه هيك، لا تشير للاتجاه، هذه تشير لرمز الكمية المتجهة. يعني احنا بنحطها هذه اللي لكتابك، لما بتطلع على الكتاب وهو بحل بحطها معتمة في الاخر، يعني خط قاتم، حط 2 نيوتن سكند وبعدين الاتجاه
على الموجب لانها طلعت موجب لبلس اكس، هيك بكون حلك نموذجي 100%. طيب الان الفرع الثاني في السؤال بده القوة المتوسطة التي اثر بها المضرب في الكرة، طبعا من الدفع، قوة المتوسطة. تمام، هلا تيجي بتحكي له الدفع اللي هو اي يساوي سيجما اف في دلتا تي، مش هيك؟ الدفع تبعنا طلع 2، سيجما اف اللي هي اف عليها الشحطة هذه متوسطة، ضرب 4 × 10⁻³. الاف متوسطة تساوي قسم على 4 × 10⁻³، 2 × 4 × 10⁻³. طلع لي 10⁻³ فوق، واثنين فيها واحد، اثنين فيها اثنين، نص ضرب 10 قوة موجب 3، 1000 × 2 = 500 نيوتن. يعني النتيجة انه الاف شحطة متجه، شو الشحطة هاي؟ احنا دائما هذا في الفيزياء وفي الرياضيات، لما بتيجي تكتب انت في التطبيقات الفيزيائية للتفاضل، لما بتكتب انت V تساوي دلتا، هاي اللي انت كنت تتعامل معها في الرياضيات، اللي هي كنت تأخذ مشتقة الإزاحة بالنسبة للزمن، دلتا اكس على دلتا تي، لما كنت تحطوا الدلتا كنت تحطوا إشارة الشحطة، هاي زمان يعني متوسطة، وبحكي لك لو ما حطيتهاش بس اعرف من الدلتا انها متوسطة. لما كنت تكتب V ما تحط عليها الشحطة بتكون هذه لحظية بسموها، بتصير هذه دي واي على دي اكس. الحديث في الحديث يذكر، هذا الدعاية يعتبرها يعني، شو في طلاب يخف عقله وانا بكتب شغلة زي، يقول لي مطلوب منها هذا؟ لا مش مطلوب منك، بس انا بحكي لك شو هي الشحطة اللي حطيناها هنا، انها قيمة متوسطة يعني. يلا، ويساوي 500 نيوتن، والفاصلة هاي وهنا بلس اكس. طيب هات نشوف سؤال رقم 2. سؤال رقم 2 هذا مهم جدا. بتذكر انا زمان لما كنا ندرس هاي المادة قبل ما تولدوا انتو بجوز 20 سنة، يعني في 97، قبل ما كنا ندرس المادة هاي كانوا يا اخي يحبوا السؤال الكرة اللي بتصدم في الحيط وبترجع، لاعب بيضرب الكرة في مضربه واللاعب الثاني بلطشها لعنده، كرة ضربت في الارض وارتدت، خبطت بسقف ورجعت، كل اللي انا حكيته هذول سؤال واحد. اطلع، واحد لطش كرة والثاني في مضربه رجع له اياها، واحد ضرب اسقط كرة من السكون وخلاها تصدم في الارض وارتدت، لحظة اصطدامها بالارض السرعة الابتدائية وارتدادها سرعة نهائية قبل وبعد التصادم. نفس السؤال هذا، واحد لطش كرة على الحيط ورجعت، نفس السؤال. يعني احنا بنحكي واحد ضرب كرة على الحيط ورجعت لعنده، هذولا الاربع شغلات اللي وصفتهم الان هذول سؤال واحد، يعني كلهم شغالين على شيخ واحد. كرة كتلتها 0.2 كيلوغرام تتجه افقيا نحو مضرب لاعب اخر بسرعة 40 متر لكل سكند، وترتد عنه بالاتجاه المعاكس بسرعة 50، يعني هذاك لطش بسرعة اقوى شوية، يعني خلى السرعة تزيد لانه ضربته كانت اقوى. انا لاعب ضربت الكرة هيك وصلت بسرعة 40، لطشها لعندي بسرعة 50، يعني ضربت وارتدت. هلا في طالب بيسألني كمان اليوم، انا اليوم كنت اعطي في المركز، بيقول لي الطالب انت
ليش بدك، ليش حطيت الحركة على محور اكس بلس؟ بقول له حر انت، بدك تحط الحركة طالما هو ما حدد لي انا وين رميت الكرة. بتحب تعتبر اتجاه الحركة على الاكس بلس وارتدت للاكس ماينس بصير؟ بتحب تحط الحركة عندك للاكس ماينس وارتدت على الاكس بلس بصير؟ انت واللي حل هيك اثنين بيطلع نفس الجواب، بس كل واحد بيختار نظام احداثياته زي ما بده. اجي الطالب بيقول لي انا بدي اعتبر الحركة باتجاه الغرب واخذ هذا الاتجاه هو الموجب، يعني اعتبر اتجاه الحركة هو الاتجاه الموجب حتى لو كان على الغرب. بحكي له صح 100%، هذا الحكي مش مختلفين فيه، بس انت ليش تكون زي البطة السوداء؟ يعني ليش تخالف القوم؟ خلينا شغالين زي كتابك احسن لك، خليك ماشي على سيستم واحد. يعني دائما زي ما اتفقت انا وياك، هذا اكس بلس الاتجاه الموجب للحركة وهذا الاكس ماينس الاتجاه السالب وخلص، خليك ماشي على هيك احسن لك. يعني لو ضربت على الجهة الثانية اعتبر الماينس اكس هون والبلس اكس هيك، زي ما احنا نتعامل دائما باستمرار. ولذلك اطلع انت الان سؤالنا، طبعا هو معطينا زمن التلامس بينها وبين المضرب، طبعا اكيد طلع هون هذا السؤال اثنين كمان صفحة 16. شوف انا بدي احط المضرب هون حرة، بدك تحطه هون انت حر عادي زي ما بدك، بس التزم في الاشارات. ويا سيدي اقول لك ها هذا بلس اكس تمام الاتجاه الموجب للحركة خلص، خلينا على هذا السيستم ثبته. هاي للمرة مش قلت لك 999، هاي رقم 1000 ماشي. خلينا اعطيك الكرة بلون احمر وجميل تمام. هاي الكرة يا سيدي كرة اللاعب، والفي انيشيال 40 متر لكل سكند، هذه قبل ما تصطدم مباشر، يعني اللي اصطدمت فيها، يعني اللي اصطدمت فيها بس اصطدمت. اللاعب اللي هون الله يقويه لطشها هذا بدي اعتبره ايش المضرب، يعني ارتدت عن المضرب تبع اللاعب تمام بسرعة في فاينل 50 متر لكل سكند. الكتلة تبعت الكرة ام 0.2 كيلوغرام، ودلتا تي الزمن. شوف دلتا تي لحظة التلامس والارتداد في الفترة اللي خبطت وارتدت، يعني عملت هيك وهيك في هذه الفترة، هذا اسمه زمن التلامس بين الكرة والمضرب تبع اللاعب. هاي دلتا تي معطيني اياها 0.2 سكند، 2 بالعشرة الثانية. شو طالب هو؟ طالب متوسط القوة اللي بيأثر فيها المضرب على الكرة. احسب متوسط القوة التي يؤثر بها المضرب على الكرة مقدارا واتجاها على نظام الإحداثيات تبعك اللي اخترته الآن انت. يلا ها نيجي بنحكي له زي ما اتفقنا الآن، سيجما اف دلتا تي يساوي دلتا بي شيك سيجما اف اللي هي الاف شحطة هاي متوسطة في دلتا تي يساوي ام في فاينل ناقص في انيشال بدون ما احط اشارة المتجهات، لانه الموجب والسالب هلا هو اللي بده يحل محل اشارة المتجه تمام. الاف متوسطة ضرب 0.2 يساوي الكتلة 0.2 الفي فاينل، طلع الفي فاينل جاي على الماينس، ماينس 50 ناقص الفي انيشال على البوزيتيف ناقص 40. دير بالك الناقص هذه اللي في القانون، يعني ناقص موجب 40 هيك اللي بحكي لك اياه، ريحتك البوينت 2 مع البوينت 2 الاف
متوسطة تساوي ماينس 90 نيوتن. الإشارة السالبة هاي طلع كيف بتفرمتها؟ ها طلع هاي متجه يساوي نزل 90 نيوتن تمام، وفاصلة بدل هاي ماينس اكس ماينس اكس طلع. بيجي طالع شو بيقول لي؟ بيقول لي طب انا لو حطيت المضرب على الجهة هاي، بقول له عادي بتكون هاي ماينس 40 وهاي موجب 50، وبتطلع معاك الاف متوسطة موجب 90، يعني اتجاهها على البلس اكس. زي ما بتختار نظام الاحداثيات بيطلع معاك مباشرة. دائما التعامل مع نظام احداثيات، شوف الرسمة وتحديدك للسؤال ووضع المعطيات بشكل صح، هذا بريحك. جماعة انا صرت حكيها كثير، هندسة السؤال يعني هندسة الحل، وضع المعطيات، وصف السؤال بالاتجاهات، بوضع رسم تخطيطي مناسب، تحديد نظام الاحداثيات والى اخره، وهندسة ترتيب الحل، هذا بخلي احتمال الخطأ عندك 0%. اما اللي معفشك بصير يحل في راسه ويفرمت ويحط، وهذه هيك بصير يحط لي واحد هون شغله هون شغله هون، في الاخر بيطلع الجواب غلط وكل وصفه غلط، وهو بيكون يفكر صح ترى على فكرة، بس لانه مش مرتب بيطلع بفوت يعني زي اللي بيكون ماشي على الرصيف وبروح على الشارع لا سمح الله تضربه سيارة.